جديد مرحب فيكم مشاهدينا الأكارم ببرنامج أوكاريت معكم. اليوم كمان نحن متواجدين بحي نيناص بمدينة اللادية، خلوكن معنا لحتى نجري العديد من اللقاءات. مرحبا يا خالي، كيفك؟ معلش نجي لهون بس مشان اقدر اوقف انا وانت. كيفك؟ تعرفيني بحالك؟ اسم بالخير. سميرة راعي. اهلا وسهلا فيكي. ام شو؟ ام احمد. اهلا وسهلا فيكي يا ام احمد. ام احمد حضرتك من سكان الحي هون؟ اي. خبريني عنك ام احمد، شو عندك اولاد؟ مزوجتيهم؟ مزوجي بنت، جوزها عسكري الله يساعد، عندها جوز اولاد وساكنه عندي، يعني أنا بيركي عندي هلأ. ساكنة عندي؟ إيه بيركي عندي هلأ، وعندي بنتين صبايا وجوزي يعني، وأنا البيت هون بحينا؟ إيه بحي. ملك لما أجار خالي؟ أجار خالي. دي أجاره بالشهر؟ 70,000. 70,000؟ هدول أجارات جديدة ما؟ أجارات جديدة. عم يعطوكم الاجارات شهريه، كل ست شهور، كل سنه، كل قد ايه؟ لا كل شهر بشهر. كمان كل شهر بشهر؟ كل شهر. في احتمال الشهر الجاي يغلى؟ ما بعرف والله. كله وارد. كله وارد، نشوف اشو الله بيسره. هذا هو. يلا رمضان كريم يا خالي، وان شاء الله يا رب الايام الجايه تكون افضل وافضل على الجميع. يا رب ان شاء الله. الله يا رب. علينا وعلى امة محمد اجمعين يا رب. امين يا رب. خالي من بعد امرك، نحن معنا هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، من قناة أوكاريت ومن إذاعة أمواج اف ام، وهي الهدية مقدمة من معجنات أيمن ومن بن الهيثم، نتمناها كي تقبليون منا. شكرا جزيلا يا خالي. كثر خيرك و خير الله. خلف الله عليكم. شكرا جزيلا. رمضان كريم. مرحبا يا خالي، كيفك؟ أهلا خالتي. أهلا. أم شو بالخير؟ أم عزيز. أهلا وسهلا فيك يا خالي. خالي تعرفيني بحضرتك، وين ساكنة؟ من أهالي الحي هون؟ أنا ما من أهل الحي هون، بس جوزي شهيد وعطوني بيت هون استعارة من الدولة. أنا أرملة وعندي 5 أولاد، قاعدين معي ولدين عزيز وقطر. 5 أولاد عندك، شو بيشتغلوا؟ شو أعمارهم؟ عندي بنتين متجوزين والصبي بيشتغل شي، عندي صبي 9 والبنت صف 5. عندك شهادة. ليش الشاب ما بيشتغل شيء؟ صح له شغل يعني عم يدور؟ شغل ما في شغل. لا ما في شغل. بيت هون؟ اي فهمت عليك يا خالي. خالي انت بدي اسالك شوي، كيف الصحة اول شيء؟ طمنيني على الصحة. وضعي انا معي قلب ومعي ضغط ومعي اعاقة بايدي وشغلي. من ايما؟ القلب صار لي 2 سنين هلا. والإعاقة؟ كنت صغيرة. قديم الإعاقة. بتأثر على حركتك لما؟ طبعا. اي طبعا. ما فيك تشتغلي يعني؟ لا فيني حرك بس ما زيادة. لا. خالي رمضان شهر الخير مثل ما بنقول دوما على طول، شهر البركة. انا والأمين محمد اجمعين. الله يخليك يا رب. الله يخليك. خالي احكي لي شوي عن شهر الخير، شلون شايفي شهر رمضان هيدي؟ والله هوني ولا شيء، الأسعار نار. ما حد لحدا. بس بعده الخير موجود؟ إن شاء الله قدر السفي. يقولوا خلية خربت صح؟ خلية خربت إيه. فلهيك من بعد أمرك يا خالي إذا بتسمحي لنا، نحن في معنا هدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة أوكاريت وإذاعة أمواج اف ام، والهدية مقدمة من شركة أبو محمود إخوان للحبوب والبقول، بتمنى تقبليون منا ورمضان كريم. سلم إيديك ويعيد عليك كل سنة، الله يوفقك ربي يرزقك ويخليك رب. الله يسلمك، علي رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين. شكرا جزيلا، الله معك يا خالي، بالسلامة بالسلامة. نحن عم بشارع نيناص او بحي نيناص، شفنا 3 شباب، قلنا بنقعد نتعرف عليهم. قعدوني بالنص؟ وافقتوا؟ خليك انت روح هيك. يلا
مرحبا يا شباب، خلوني بلش من هون. مرحبا. اهلا. رمضان كريم. شو اسمه؟ هاشم. هاشم، عاشت الاسامي يا هاشم. هاشم قد ايه عمره؟ 12 سنة. شو عم نشتغل؟ بنزل زبالة للعولة. الله يقويك حبيبي. عم ندرس شي بالمدرسة؟ ايه. شو؟ سادس. كيف المدرسة؟ منيحة. صعبة؟ وين مدرسة؟ سميرة مخزين فوق. فوق؟ ايه بصحة العيد. الو، شلون شطور بالمدرسة؟ مو زيادة. ليه؟ والله عليك. عم تدرس؟ بدرس أحيان إيه أحيان لا. على وقت فضاك يعني؟ لا بطلع الشغل، بس أرجع بدرس. بطلع على الشغل، من أيمت بتطلع على الشغل؟ من الساعة 12 للخمسة. من 12 الظهر للخمسة، خمس ساعات والله كثير. والمدرسة، بس تطلع من المدرسة؟ إيه. تطلع بالمدرسة هيك صفى دوامك من 8 للخمسة. توصل تعبان على البيت. دقينا بكاميرا بشارة أي بالغلط. الله يقويك حبيبي. راجع لك هلا أنا بس لنشوف هون إخواتك ولا رفقاتك. مرحبا. كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ منيح. شو اسمك؟ عبدو. عاشت الأسامي يا عبدو. قد إيه عمرك عبدو؟ 10 سنين. 10 سنين بالمدرسة؟ لا. ليش مانك بالمدرسة؟ ما سجل. دولة صغيرة أنا. بال شو؟ دولة صغير. 10 سنين السماء إجا يعني. يلا اوكي فهمت عليك خلاص. انت اخو لا هاشم ولا رفيقه؟ لا اخوه. اخوه. شو عم نشتغل؟ بالزباله. الله يقويك حبيبي. شو عم تلعبوا بالحاره مرفقاتكم؟ نلعب طابه هيك. ايما من 12 للوحده هيك. 12 للوحده. كل يوم؟ ما كل يوم، كل جمعه. كل جمعه. شو بتلعب؟ هجوم، حراسه، دفاع، شو؟ حارس. حاره؟ طب ما انك صغير لتكون حاره، جيبوا فيك اقوال كثير. لا بصده. بصده؟ المرمى صغير؟ لا كبير شوي. جابوا لك اياها بالزاويه فوق؟ بشيلها. اكيد؟ ايه. بشيلها للطابق؟ لا عم تلعبوا حاره؟ اصبحتوا صغير يعني بصد طابه؟ مو زياده بصده. لان هجوم ما بيعرف. ما بيعرف يلعب هجوم؟ عم تدربوا على الحراسه من هلا. ايه. ما تقولوا الطابه؟ لا ما نقولوا. مرحبا. اهلا. اسمك؟ محمد. شو عم تلعب بالطابه؟ هات لشوف، حراسه ولا شو يا محمد؟ هجوم. ليش هجوم؟ لانه بحب الهجوم. لاعب بالطابه. مين بتحب، ميسي ولا رونالدو؟ لا رونالدو. ليش رونالدو؟ لانه العب. العب من ميسي؟ اذا سمعوك رفقاتك عم تقول العب من ميسي شو؟ ما بعرف شو بيقولوا. شو عمرك حبيبي؟ 14 سنة بالمدرسة، العمر كله يا عم. أنا ما بحبها. ولا جربت هيك رفقاتك إذا كانوا بالمدرسة تروح معهم على المدرسة؟ وصلت للسابعة وبطلت. وصلت للسابعة وبطلت؟ ليه بطلت؟ هيك كرهتها فوريا، بضلوا بيضربوني. ليش بيضربوك؟ ما بعرف. ما بحب. إنك ألعب منهم بالطابة؟ لا ما بعرف ليش، في ألعب مني. تلعب منا؟ ايه. لهيك كرهتها للمدرسة؟ ايه. بس المدرسة شيء أساسي بحياتنا، شو رأيك أنا؟ لا أنا بعرف بقرا وبكتب وكل شيء. بعرف كل شيء. يعني مانك ناوي أبداً ترجع على المدرسة؟ عم بشتغل مع أولاد عمتي بالصحية. معلم صحية أنا؟ ايه. بتعرف تشتغل بالصحية؟ كل شيء. كل شيء كل شيء؟ بس الحين ما من مدد حلوة وما إحنا بنشتغل بالمجاري. مفتاح بلالي. صعبة؟ مو صعبة عليك؟ لا. سهلة؟ ايه. معلم بشغلتها؟ مبسوط بشغلتها؟ كثير. معلم فيها لأنه بدي ارجع على المدرسة احكي معك شوي، ما رح نرجع ابدا على المدرسة؟ هيك فكر شوي بينك وبين حالك. فكرت كثير. بلكي إذا نقلت على غير مدرسة كانوا رفقاتك أحسن قبل. جربت كنت بالاشتراكية انتقلت على نادر جراوت. هم عجبني. ان شاء الله يا حبيبي يعني تغير تفكيرك وترجع على المدرسه لانه المدرسه مصر. الله يقويك يا رب. انا شباب بدكم تسمحوا لي من بعد امركم انه في عندنا هديه راح نقدمها للاخوه. هي مقدمه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناه اوكريت ومن اذاعه امواج اف ام. والهديه هي من بنو الهيثم ومن لفاح للوجبات السريعه. بتمنى تقبلون منها. انا عبدو راح اعطيها لهاشم لانه اكبر منك. معلي يلا
بلا منا حبيبي وكل عام وانت بخير يا رب. ماشي شد حالك بالمدرسه. ايه. وعد صير من الاوائل. حاول ترجعوا لاخوك على المدرسه. ايه لانه صغير بالدوله، عمره بالدوله 5 سنين. اه مسجلينه متاخرين. معناتها يعني رح يرجعوا على المدرسه. ايه بيرجع. سجلوا قصدي، انه سجلوا من اول وجديد. ايه بنسجل. حبيبي الله يقويك. ومحمد بدنا نعطيه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناه اوغاريت ومن اذاعه امواج اف ام من لفاح للوجبات السريعه. بلا منا حبيبي ورمضان كريم. علينا وعليكم. وصونا بشيء امانه. لا. خليك لعيب بالطابه اوكي؟ ماشي. شد حالك بالحراسه. ايه. وعد؟ ايه. يلا حبيبي رمضان كريم. يلا استودعناكم بالخير يا شباب، باي باي. السلام عليكم. سلام. رمضان كريم. علينا وعليكم. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اسم بالخير؟ غادة 30. اهلا وسهلا فيكي. حضرتك ساكنه هون؟ هون بالحي هون. بالحي هون؟ اي ملك اجار البيت. اجار. قد ايه الاجارات؟ والله غاليه غاليه كثير يعني بالمية. بالمية هون؟ غرفه وصالون تقريبا. شو عم نشتغل اخت غادة؟ والله انا مدرسه. مدرسه. زوجك ولادك شو عندك؟ الحمد لله عندي 4 اولاد. الحمد لله سابع ورابع واول ومستمر. وزوجك شو بيشتغل؟ موظف عادي. موظف. يلا الله يعطيكم الف عافيه يا رب. الحياه صعبه وغلاء الاسعار مع غلاء الاسعار الحمد لله. الحمد لله. قد لكم متزوجه؟ 15 سنه. خصوصياتي شو؟ سنه. 15 سنه. 15 سنه. بنوتك؟ وبنوتي. تعي احكي معك كلمتين عمو. شو اسمك؟ تالا. عاشت الاسامي يا تا، بتعرفي شو معنات اسمك؟ شجرة النخيل. برافو عليكي. صف شو؟ أول. شلون المدرسة؟ حسين. المدرسة اسمها الحسين؟ لا عمار خديق. شلونك أنت بالمدرسة شطورة؟ إيه. قديش؟ حسيت إيه مع حزم، إيه قديه؟ الأولى؟ إيه. كله ممتاز؟ شو بدنا نصير بس نكبر؟ ست مدرسة. عجبتك الماما بالمدرسة تصيري مثلها صح؟ ايه. خبريني شوي شو عم تلعبوا مع رفقاتكم هلا انتم بشهر رمضان بعد الافطار؟ انت ورفقاتك عم تنزلوا على الحارة تلعبوا بعد الافطار؟ ايه. تلعبوا؟ ايه طميمة. طميمة؟ بيها الطميمة؟ ايه. وين بتتخبوا هون؟ انت وين بتتخبي هون؟ فوق تتخبى. ما بيكمشوكي رفقاتك؟ لا ابدا. نحن من بعد امرك مدام لو سمحتي. في هي الهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناه اوغاريت ومن اذاعه امواج اف ام، والهديه مقدمه اليوم في هوا كثير من المدينه البيضاء للشرقيات والبيضات ومن لفاح للوجبات السريعه. بتمنى تقبليهم منا ورمضان كريم. علينا وعليكم باذن الله يا رب. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. عاد عليكم بالخير وعلى سوريا بالف خير يا رب. شكرا. سلامات عمو تالا. كلك. رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خليني اقعد جنبك خالته؟ ولا يهمك يا ابني. عمي كيفك؟ الحمد لله. الله اخذي استراحة؟ انا معي القلب بيسرع قلبي بقى بمشي شوي وبقعد. اهلين ابني. الله يقويك يا خالي. ام شو بينادوا له؟ ام فادي ام الشهيد. ابني شهيد الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش وتترحم. ليه ما تستشهد فادي؟ من 2019. وين؟ بحلب. جابوا لي اياه من حلب. الله يرحمه يا خالي. تعيش يا ابني. خالي شو عندك اولاد غير فادي الله يرحمه؟ اكرم ومازن. ومازن ويوسف متجوزين وباركين ببيوتهم. بس انا هون مستاجره ب 100,000 هون. 100,000؟ 100,000 ايه. كنت مستاجره ب 60، طلعتني صاحبه البيت ما بتوفي قال ال 60,000 معها. امنا استاجرنا ب 100,000 اوضه وصالون انا وابو. اللي طلعتك مع ام ال 60 شو؟ اجرته ب 150 والله. بس خدعتني قالت لي بدي بيع. قلت لها اذا بدك تبيعي بطلع. بعد ما طلعت اجرته ب 150. من اجينا استاجرنا هون اخذت ب 100 اوضه وصالون ثالث طابق. قعدي انا وابو بالبيت باركين.
كيف الحجة؟ منيح، عمره 62 سنة، ما بيشتغل شيء الحمد لله، بيقبض راتب الشهيد وعايشين والحمد لله. وما يوسف بيعطوني، الله يرضى عليهم ربي. آمين يا رب، ويديمك فوق راسهم. الله يسلمك يا ابني، الله يخليك. خالي شو مشتريين؟ هاتي لنشوف شو متبضعين اليوم. وأخذت فريكي. فريكي؟ حلو. يوم الفطور فريكي؟ لا بكرة على البيضان. طيب لبكرة؟ بكرة. وقهوة؟ قهوة أخذت. قد ايه هدول عم يحسبوا لها؟ هدول ب2000 ورقة؟ شوف والله الدنيا غلاء وبلاء يا ابني والله. حسبوا لك هدول ب2000 ورقة؟ 2000 لك عقدنا مناح، كل ما خلصوا بنشتري. ما في داعي نكتر بالناد بالفجار. هلا عم ناخذ بالباذنجاني وبالكوساي، شو بدنا نسوي؟ الله الحال على الكل يا خالي، بس رمضان الخير وبعده الخير موجود خالي. ان شاء الله رمضان خير ورب الله كريم بالخير الحمد لله. يعني نحن دوما نسمع يعني الاكبر منا عمرا والاقدر منا على تقييم الامور بيقولوا لنا انه الخير موجود وان خليت خبر. الحمد لله، لا ما خربت الدنيا بخير والحمد لله، الله يديم هالعالم والصحه والعافيه قبل كل شيء، ويرحم الشهداء بقبرهم. يرحم الشهداء. الله يرحم ابنك يا خالي. الله يسلمك، حرق قلبي 37 سنه جابوا لي اياه من حلب، لهلا ببكي عليه لهلا. الله يرحمه يا خالته، البركه فيك يا خالته، والبركه بالشباب اللي عندك. الله يسلمك، الله يخليكم ويديمكم ربي. خالته انا من بعد امرك اذا بتسمحي لي، في هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، من قناه اوغاريت ومن اذاعه اموج. خالي الهديه مقدمه من شركه ابو محمود اخوان للحبوب والبقول. حتى يرضيه الله يرضي. بتمنى تقبليون منا. تسلم يا ابني، الله يعطيه حتى يرضي ويعوض له بميزانية حسناته يا رب، ويقويكم انتم. شكرا لك على الدردشة الحلوة معك. شكرا مع لكم انتم على هاللقاء اللي التقينا. يلا رح نخليكي تاخذي استراحتك وبعدين تكفي. اهلين يا ابني، الله يرضي عليكم. شكرا 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 شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا معكم لنهايه هيدي الحلقه من حي فنينص من برنامج اوغاريت معكم. خلوكم معنا بلقاءات جديده ومناطق اخرى بمدينه ومحافظه اللاذقيه.